أهلاً وسهلاً بكم على قناتنا تكشي تي في. اليوم سوف نقدم لكم كنز من المعلومات حول العقارات بتركيا، فلا تفوتوا هذه الفرصة وظلوا معنا. في هذا الفيديو سنتكلم عن الرهون العقارية في تركيا للمشترين الأجانب، عندما تريد شراء عقار في تركيا كأجنبي فإن تمويل هذا الشراء هو أحد الأسئلة السابقة، بينما يستخدم بعض الأشخاص مدخراتهم لشراء عقار في الخارج، يمكن للبعض منهم التفكير في القروض المصرفية. قبل أن نتحدث عن كيفية الحصول على الرهن العقاري من البنوك التركية، هناك بعض النقاط التي يجب أن تكون على معرفة بها. أولاً، عليك أن تعرف أن البنوك لا تقدم رهناً عقارية بنسبة 100% لشراء العقارات أبداً. يجب أن يكون لديك بعض النقود لدفعها كدفعة مقدمة وتقدم بطلب للحصول على قرض مصرفي للمبلغ المتبقي. ثانياً، سواء في تركيا أو في بلد آخر، إذا كنت تشتري عقاراً في الخارج يجب عليك التحقق من الأسعار الفوائد البنكية ومقارنتها بأسعار بلدك. إذا كان بلدك يوفر أسعار أفضل فيمكنك الحصول على رهن مصرفي في بلدك لتمويل عملية شراء خارجية. كيف يمكنني الحصول على قرض عقاري من البنوك التركية؟ بمجرد اختيار عقار أعجبك يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل مصرفي في تركيا. هناك بعض الوثائق المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على الرهن العقاري، هي ترجمة جواز السفر وكاتب العدل، رقم التعريف الضريبي، إثبات عنوانك، إثبات دخلك الشهري لآخر 6 أشهر، كشف حساب بنكي يوضح أنشطة حسابك في الأشهر 3 الماضية، وصك ملكية العقار. عندما تذهب إلى البنك بهذه الوثائق سيفتح البنك لك حساب مصرفي وسيتم قبول طلبك للرهن العقاري بخصوص هذا الحساب المصرفي. سوف تتلقى موافقة مسبقة في غصون 3 أيام أو 4 أيام، وسيقوم البنك بإرسال خبير إلى العقار الذي ترغب في شرائه حتى يتمكن من تحديد سعر السوق التقريبي للعقار. بعد تقييم الخبراء تتم موافقة على قرض البنك ويمكن أن يبدأ طلب نقل سند الملكية. هل تعلم أنه يمكن الحصول على رهن عقاري في تركيا حتى بدون زيارة البلد؟ نعم، بفضل خدمة الرهن العقاري عن بعد تيلي مورجيج يمكنك الحصول على قرض عقاري من البنوك التركية عن بعد. تجعل خدماتنا تيلي مورجيج الحصول على الرهن العقاري في تركيا أسهل. أولاً، لن تضطر إلى قضاء الوقت في الأعمال الورقية. ثانياً، لن يكون التواصل مع موظفي البنك مشكلة بالنسبة لك. وكلاؤنا سيقومون بالعمل كله نيابة عنك. أيضاً ستكون على دراية في جميع مراحل طلبك مريحة. يتكون تيلي الرهن العقاري من 4 خطوات، هي اختيار العقار أحلامك، إرسال الوثائق المطلوبة، تقديم الطلب من قبل فريقنا، توقيع الأوراق أثناء زيارتك الأولى لتركيا. الآن سوف نجيبكم على بعض الأسئلة الشائعة حول الرهن العقاري في تركيا. ما هي البنوك التي يمكننا الحصول على رهن عقاري منها؟ تقدم جميع البنوك في تركيا تقريبا الرهن العقاري للأجانب، لكن يجب أن تأخذ أسعار الفائدة في الاعتبار قبل اتخاذ قرارك. هل من المفيد الحصول على رهن عقاري في تركيا؟ هذا يعتمد. إذا كان بلد إقامتك يوفر معدلات فائدة أقل الرهن العقاري
فسيكون ذلك أكثر فائدة لك. نظراً لأن معدل التضخم مرتفعاً نسبياً في تركيا، فإن أسعار الفائدة أعلى من معظم الدول الأخرى. ما هي النسبة المئوية لمبلغ المبيعات التي يمكنني الحصول عليها كقرض؟ تقدم البنوك في تركيا رهن عقاري يصل إلى 50% من سعر بيع العقارات للمشترين الأجانب. ما هو تاريخ خيارات الاسترداد؟ تتراوح تواريخ الاسترداد بشكل عام بين 60 و120 شهراً، ولكن يمكنك اختيار فترات 24 أو 36 شهراً إذا كنت تفضل ذلك. للحصول على مزيد من المعلومات أو أي مساعدة، يرجى الاتصال بنا من خلال القنوات الموضحة أدنى أو ترك تعليق أسفل هذا الفيديو. وشكراً لانضمامك إلينا اليوم، ولا تنسى الاشتراك في قناتنا، ونراكم في مقاطع فيديوهات أخرى.